مساء الخير جميعا، كل سنة وانتم طيبين، وكل مهرجان وانتم بخير. سعيدين بالمشاركة هذه في مهرجان الوتر الخامس في الدوحة، وسعيدين أكثر بإلقاء الضوء من قبل المهرجان على آلة العود وعازفين آلة العود في كل أنحاء العالم. بداية حبيت أنا والأستاذ أحمد فتحي، اليوم إحنا 21 عيد الأم، حبينا نقدم هدية متواضعة لكل أم. تفضل. طبعا أشكر القائمين على المهرجان، مهرجان كتارة الوتر الخامس، هذا الذي يحمل البعد التاريخي العظيم لموسيقانا، والذي أتمنى له الاستمرارية من أجل أن نقنن مدارسنا المتعددة والعميقة للجزيرة العربية والخليج، هذا ما أتمناه. وأشكر كل القائمين على هذا المهرجان، أشكر الصديق العزيز أبو سارة أستاذ عباد الجوهر حبيبي، وإحنا المفاجأة اللي عايزين نقدمها هي للإنسانة العظيمة اللي يعني ضحت وقدمت في كل مكان على وجه الأرض، اللي هي أمنا جميعا الحاضرة والغائبة ست الحبايب. Thank you.
Thank you.
Thank you.
أشكر الفنان عبادي الجوهر والفنان أحمد فتحي، أسعدتمونا أسعدتمونا بهذا اللقاء المتميز وهذه الألحان الجميلة، فعلاً ختامها مسك. أحسنتم أحسنتم. والآن يتفضل الأستاذ محمد المرزوقي مدير مهرجان الوتر الخامس لتكريم المبدعين. يتفضل النجم الكبير عبادي الجوهر. ويتفضل النجم الكبير أحمد فتحي. وطبعاً يسجل التاريخ هذه اللحظات الجميلة بكاميرتنا صورة تذكارية. شكراً لكم فنانينا، شكراً لكم. إلى هنا حضورنا الكريم، انتهى مهرجان الوتر الخامس. نتمنى أن نكون قد وفقنا على إرضاء ذوقكم. نلقاكم في دورات جديدة وقادمة مع مهرجان جديد. تقبلوا تحياتي وتحية كتارة الحي الثقافي. إلى اللقاء.